بسم الله الرحمن الرحيم متتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة، مرحبا بكم. ورمضان مبارك، حنا غاديين معاه بشوية بشوية. الحلقة ديالنا ديال اليوم، وتبعوا معايا. واحد الشاب نزل في المحطة، نزل في لاكار، كان مسافر وجا في المحطة، لقى واحد جوج شبان، واحد زاد عنده تقدم عنده قال لي اسمح لي، هاز بورتابل في يده. قال لي خي اسمح لي الله يرحمه باك نهضر معك. قال لي ايه، قال لي بورتابل ديشارج عليا وصاحبي ما عندوش بورتابل. بون عيطوا غير واحد النميره الله يرحم والديك، ها واحد النمره. داك الولد قال لي ايه كاين مشكل، حل التليفون عطاه، قال لي هاك عيط. الاخر عيط التليفون قدامه، تيقول في التليفون هذاك اللي خد التليفون سيد تيهضر مع شي واحد، تيهضر مع الغائب. داك الغائب اش تيقول ليه؟ قال لي السلام عليكم. قال لي السلام لاباس بخير. قال لي شوف ما تحركش من الدار، راه حنا الصخره جايبينها لك هي عندنا في الصاك. تيقول هذوك الناس هازين واحد الصاك، تيقول لي الصخره هي في الصاك عندنا، المهم لقاوك في الدار، عندك تخرج من الدار. وتاكدوا عليه، تاكدوا في التليفون تيهضروا مع شي واحد تيقول عندك تخرج من الدار حنا جايين، وتاكد عليه وتاكد عليه داك الدري مول التليفون تيتسنى. من بعد السيد رد لي التليفون ديالو قال له خير بارك الله فيك. قال لي ما كاين باس، شو اسمح لينا. قال لي ما كاين مشكل، مشاو في حالهم. هذاك الولد مشى في حالته، حاجه عاديه، هذه حاجه عاديه، ارى التليفون ديالك نعيط به حاجه عاديه. من بعد هذاك الولد دازت واحد اسبوع، جاء واحد مكالمه هاتفيه، واحد تذكر به قال لي السلام عليكم. قال لي السلام. قال لي اخويا حنا الشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء، غتجي عندنا الشرطه القضائيه في الدار البيضاء. قال لي واخا شكون انت اللي غنجي عندك؟ قال لي حنا البوليس، وراه هضر معاك بالرقم ديال البوليس اللي قدامك، هذاك الرقم جربه راه ديال البوليس، خصك تجي عندنا الدار البيضاء. قال لي ولا كانت شي حاجه انا نجي للشرطه القضائيه ما صيفطوا لي شي استدعاء. قال لي شوف بغيتي تجي اجي، ما بغيتي تجي حنا غنصيفطوا لك استدعاء وغيجيبوا لك البوليس. وسير لا عندك شي ستوندار ولا شي تليفون ولا كنتي انت موظف ولا شنو؟ قال لي ما انا ماشي شغلكم فيا، انا مابقاش تسولني دير معايا لونكيت، الا كنتي بوليس اخويا استدعيني ونجي عندك. قال لي المهم عيط في هذه النمره هذه، سول هذه النمره ديال من؟ انا عطيناها لك في التليفون ديالك دابا. وقطع عليه هذاك الدري، مشى هو موظف، مشى للخدمه ديالو عند واحد ستوندارست. قال لي واحد ستوندارست قال شوف الله يرحم باك، واحد النمره عيط لي شي حد وقال لي حنا البوليس، انا لابي جي ديال الدار البيضاء. وقال لي قال لي خصك تجي عندنا وهادي وهادي، وانا كنت مصيفطو لي استدعاء. شوف شوف هاد النمره ديال اش داك ستوندارست تليفون، وعيط للنمره عرفها بان ديال البوليس. قال لي اخويا ديال البوليس. قال لي ويلي، قال لي والله هذا ديال البوليس، ديال البوليس ديال الدار البيضاء، راه عيط للبوسطة قال لك هذه البوليس ديال الشرطة القضائية في الدار البيضاء، وشو كي غدير؟ واش غتمشي عندهم ولا اش غدير؟ قال لي وانا اش داير؟ قال لي وشوف انت اش داير؟ انا ما داير والو. قال لي ما عرفت انا. قال لي انا راه ما غنمشيش عندهم اخويا حتى تجيني استدعاء. دازت واحد 24 ساعة وما جاو عنده لا بي جي ديال المدينة ديالو، جاو عندو جابو الاستدعاء زرقاء، قال لي لاباس بخير صحاب لاباس التعريف ديالك، سميتك كلام فلان فلان، هاكا خويا الاستدعاء الزرقاء، هاي غادي تمشي لابي جي ديال الدار البيضاء. اللي استدعاوك بالتليفون، قال لي ايه عيطوا لي بالتليفون، وقالوا لك هاد الرقم ديالنا وتجي عندنا. قال لهم لا انا خصني استدعاء. قال لي لا خويا البوليس توما تيستدعو تا بالتليفون، كاين استدعاء بالتليفون، استدعوك بالتليفون. عيطوا عيطنا عليك اجي، وهنا تنقول انا هاد الخرجه هادي عيطوا لك البوس في التليفون، داك الشريف نعم اجي عندنا الكوميساريه، هنا كوميسار سنترال، اجي عندنا الكوميسار الويتيام، اجي عندنا التروازيام، اجي عندنا لاكارت ناسيونال، هادو ما بروكش قال لك اجي نتلاقاو في شي قهوه في شي رانديفو، قال لك اجي عندنا الكوميساريه. ونهز انا نمشي للبوليس نمشي نقول السلام عليكم خويا شي واحد عيط لي بهذا الرقم، لان البوس ما عيطوش لك برقم انونيم شي حاجه مسؤوله، عيطوا لك في رقم وغتقول البوس هادو عيطوا لي بهذا الرقم وقال لي اجي عندكم هنا الكوميساريه باش تيتعلق هذا الشيء. ربما تيكون بعض الحالات عندك واحد من العائله مشدود، تيقول كلموا لي با ولا كلموا لي خويا ولا كلموا لي عمتي، انا غادي يصيفطوا لي الاستدعاء. من تيكون شي واحد شي طرف من العائله مشدود تطلب البوليس يقول لي خبروا امي،
خبروا اختي خبروا با من حقه باش تخبر باش تهز التليفون تعيط لعائلته تقول لهم الو السلام عليكم السلام وتكون عندنا في الكوميساريه وحنا في الكوميساريه فلان فلانيه او شي واحد تبغيه باش تحضروا كشاهد ككذا كذا تتعيط تقول لي اجي عندنا راه ما يمكنش واحد يقول لك لا عيطوا لي بالتليفون مشيتوا ما يشدوني هما اذا كانوا غيشدوك هما عندهم بانهم غيشدوك غيمشيو يجيبوك لا استدعاء ولا مولاي يهزوك ويجيبوك لكن انت داير شي جريمه شي جريمه غيهضروا معك بالتليفون ما تهضروا معك بالتليفون تقول اجل استدعاء تتبقى كشهيد او كذا او كذا ما يحسبوك كانك مجرم وماشي مع اغبياء يعيطوا على واحد مجرم يعيطوا عليه بالتليفون اجي عندنا لا كاينش هادشي هذاك ما جاتو استدعاء كما قلت لكم مشى للدار البيضاء مشى للبلاصه فين عيطوا ليه السلطه القضائيه مشى السلطه القضائيه دخل باستدعاء السلام عليكم السلام جاتني واحد استدعاء لداري وهاش كاين اش كاين قالوا يجلس هو يجلس على لاكارت ديالك خداو لاكارت ديالو سميتك اش تدير كذا كذا موظف كذا 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 قول لينا فالتاريخ هذا السيمانه اللي دازت هاد السيمانه هذه عيطتي لواحد الرقم تليفون عيطتي ليه هضرتي معاه هاد الرقم هذا خدمتي قال مودي انا ما عقلتش انا هاد الرقم ما عقلتش قال لي ارى التليفون ديالك شدو من عندو التليفون ديالو قال لي شوف هاد الارقام غنقول لك هاد سيمانه دابا عيطتي لهاد الرقم وهاد الارقام اللي عندك هنا اسبوع هنا نقولهم لك هاد الرقم الاول هذا ديال من هذا وهذا ديال خويا هاكاك هاد الرقم هذا هو فيه السميه شكون هاد مريم هاد مريم قاعده موظفه معايا هاد الرقم هذا كذا هاد الرقم هذا قال لي هاد الرقم قال لهم هاد الرقم ما عقدتش عليه هاد الرقم هذا ما عقدتش عليه قال لي نقول لك الوقت ها فوقاش عيطت عليه ها الوقت والتاريخ فين كنتي بداك النهار قال لي وانا كنت هنا في الدار البيضاء ايه ومشيت لبلادي مشيت للمدينه ديالي معاش ركبتي من الدار البيضاء وركبت مع ديك العشرة الصباح ومدينتك معاش كنتي فيها قال لي ممكن تقريبا مع 12 ومع 12 انت معيط مع 12 انت معيط اذن هاد 12 هادي ثانية 10 زوالا مثلا قسمين ولا 15 دقيقة انت كنتي يلا نزلتي من القطار وربما كنتي في لاكار وربما كنتي يلا غادي لدارك قال لي هذا 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 لقيت واحد السيد فاش نزلت في لاكار جاو عندي جوج ديال الشباب شبان وقالوا لي عطينا التليفون راه ما عندناش راه التليفون ديالنا ما مشارجيش الواحد قال لك ما عندوش تليفون تماما والاخر قال لك عندي التليفون ما مشارجيش قال لك خو بغينا واحد المكالمه انت غادي مزيان واش قالوا في المكالمه سمعتيهم قال لي سمعتهم تيقول شي واحد تسنانا حنا يجيب لك هاد الصخره هي عندنا في الصك تسنانا ما تخرجش من الدار شكون اللي معاك تما فاش يهضروا معاك بحال هاد الهضره هادي حنا جايين المهم جايبين لي الصخره هي في الصك هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين دوري المحضر ديالو تعقل عليهم في وجوههم تعقل على كذا قال لهم وانا عقلت شويه اعطينا الملامح ديالهم قال لي واحد لابس كذا الاخر عقلت لي لابس هذه الاخر ما عقلتش انا مزيان السروال وكيدير ما رديتش البال المهم داك اللي عطيتو التليفون بحال لا طويل شويه بحال لا كذا لا كذا جابوا واحد الفني اختصاصي ديال بورتري روبو ديال ياخذ تاخذ الصوره بالقلم بالستيلو دخل قال لي السلام عليكم السلام قال تفضل سير مع هذا السيد مشى دخل معاه دخل معاه قال لي حاول تقول لي هاد السيد كيفاش هادي خدا اللي سلف فيه التليفون كيفاش داير شكون اللي عقلت عليه فيهم مزيان هما جوج قال لي عقلت عليه خدام عندي التليفون كي داير واش غنقول لكم الاسبوع هذا عنده حجبانه شويه دايرين زيد بحال هكا زيد بحال هكا بقى تيصور ليه واحد الصوره تقريبيه ديال داك السيد بالقلم الرصاص وعنده بحال عنده شي خاله هنا زيد بحال عنده تعقل عليه الا شفتيه مزيان وانا قال عليه الا شفتو نقل عليه وهاد الصورة قريبة ليه صوري واحد الصورة قال لي واحد قريبة منك بحال هاد الصورة هادي وجاوب بحال هاد الصورة هادي رقيق طويل كذا 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 قال لي ما كاين مشكل من يوم فصعيدا فيما نعيطو لك غتجي عندنا خبر الخدمة ديالك وانت من غتجي عندنا نعطوك استدعاء بانك كنتي عندنا يعني نعطوك ما يثبت بانك كنتي عندنا ولكن سير الخدمة ديالك والوظيفة اللي عندك وعلم المسؤول ديالك تما وقول ليه راه انا مشيت عند البوليس ديال الدار البيضاء واستدعوني علاش علاش وقال لي من عيطوا لك تجي عافاك العام صار من عيط عليك تمشي عندهم ما تقولش لي عندك الخدمه ولا هذه ولا هذه داز واحد اليومين عيطوا ليه البوز ديال الدار البيضاء قالوا اجي عندنا ركبوا مشى عند البوز ديال الدار البيضاء عاوتاني دخل عندهم
قدموا لي واحد السيد قال شوف هذا الراجل مزيان. قال لي شفتو ما عمرك تلاقيتيه؟ قال لهم لا. ماشي يا ولد اللي عطاك التليفون؟ عطيتي التليفون؟ قال لهم لا لا نمشي على لا متاكد هذا ماشي هو. انا متاكد ماشي هو. شوفي مزيان شوفي مزيان تاكد. جلس جلس شويه الله جلس نوض خرج برا خرج برا عاورجع ادخل زيد تاكد ماشي هو. قال ماشي هو دير لي محضر دير لي محضر تيقول فيه الشخص اللي تتعرضوا عليا هذا اللي جبتوه اليوم عرضتوه عليا قدامي ماشي هو الشخص اللي تقدم عليه التليفون. صافي ساليتي الله يهنيك. هاد الخدمه هادي انه مشى مع الصباح وصل مع العصر الشمس خدمة مع الخمسة العشية. الخدمة هادي راه بيجي البحث ما فيش اسمحوا لي الوقت ولا ما الوقت صيفطوه في حاله. دازت واحد ثلاث ايام عيطوا عليه وراوح جوج الناس قالوا هاد جوج الناس هادو عرفتي شي واحد فيهم؟ قالوا لا حتى واحد فيهم ما عرفتيه. قالوا لا دوني محضر دار المحضر تيقول جوج الناس اللي شفتهم ليا قدامي كذا 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 ماشي هما. سيت نعيطوا عليك. قال لهم ودي دابا انايا ما فهمتش انايا شنو عيطوا عليك ولا ما فهمتش انا واش نبقى نمشي ونجي انا والمركوب وكذا. قال لي اسمع سي شتي السيد اللي عيطتي عليه انت راه تقتل راه مقتول قوم مقتول اخر وعيط عيط عليه هو انت والسيد تكتشف انت عيطتي لي مع 12 والسيد تكتشف مقتول مع الجوج صدام تتخربق مع الجوج اخر واحد عيط ليه هو انت التليفون ديالك التليفون ديالك هو اخر نمره جات في التليفون ديالو مع الجوج اكتشفوه الناس ميت مقتول. خصك تعرف واحد القضيه بانه انت كشاهد لحد الساعه باقي ما تهمناكش ولكن الشاهد في الجنايه نقدروا نخليوك عندنا اذا قلنا لك اجي وما جيتيش باسم القانون وبالقانون ونعلموا السيد وكيل العام وتبقى عندنا من اجل البحث ونقدموك لمشاهد قضيه التحقيق وبقاو نتسناو حنا شكون اللي قتل وتبقى راه يدينا ما عندكش ضمانه حضور وما جيتيش واسكت غاتمشي وتجي تمشي وتجي تنكملوا معاك راك داخل في هذه الحريطه هذه. واش حنا التليفون راجل ميت في التليفون ديالك هو الاخر معيط ليه انت معيط ليه في التليفون ديالك ودابا تتقول لنا وانا عييت نمشي ونجي اروح هذه يا سي روح ماشي دخلناك فيها حنا كبوليس انت دخلتي فيها انت قلبتي عليها انت قلبتي عليها انت عاطي لواحد التليفون هاك تهضر هذاك التليفون هذا قتال إذا ما تكون انت قتال لا انا ما ايه ما تقولش لينا ما تقول انت راك انت هو مشكوك فيه الاول دابا انت مشكوك فيك حنا تنجيبوا الناس من الاقارب ديالو عائلة ديالو اللي ساكنين حداه كذا تنجيبهم تنوريهم لك وفيما نجيبوا شي واحد غنوريه لك حتى تقول لنا هذا هو وفيما تمشي وتجي نعيطوا لك تجي فضينا بقاش تقول لنا هذه ولا هذه. السيد خرج من تما عرف راسو دخل في مصيبه كحلاها لما قالوا ليه هاد القضيه ديال السيد مات وانت الاخر عيطت عليه ولا يستبعد تكون انت عندك بهاد القضيه هذه لما كنت تكذب علي تنكذبوا عليك ربما انت اللي خدمت تكذب علينا ربما انت اللي خدمت تقول لنا انا عطيت التليفون لواحد وانت ما عطيت التليفون لواحد حتى شي حاجه انت عيطت عليه وانت مشيتي ليه يلاه حيد انا فهمنا وانت اللي خصك تبرر نفسك باش غتبرر نفسك تبرر نفسك تجيب لنا هذا السيد شكون هو يا الله دبرنا عليه مشى في حالته بقى تيعيطوا لي تسعود المرات وتيمشي وتيجي سيمانه تيمشي سيمانه تيجي سيمانه تيمشي وديما تيبقى تما مصمر بضربه من البوري هو جالس تما تطيح العشيه من تتوصل 12 وحده تيهضر لك البوليس تيصيفطوا لي على كاسكرو جيبوا لي كاسكرو جيبوا لي كاسكرو تعطيه ياكلو ديروا هذا خذ سيجارو كذا كذا. واحد النهار عيطوا لي نهار التاسع نهار الاخر عيطوا لي دخلوه نقول لي شوف تبت راسك راه عندنا واحد هنا ماشي نقول قول هو ولكن تاكد بانه هو او ماشي هو. قال لي واخا حطوا السيد في واحد الجهه ولكن واحد الجاج تيديروا ما بين الخدمه لابيجي واحد الجاج يقول لك تشوفو وما يشوفكش شافو من الجاج قال لي فين كاس قال لي هو هذاك عندك اللي عطيتي التليفون؟ قال لي ما هو متاكد؟ قال لي متاكد هو وتانيين هذيك هي الجاكيطه اللي كانت عنده هي هذيك هو اللي جا عندي ندير معاه مواجهه غادي ندير معاه مواجهه ياك ما غعيتي كل مره تنعيطوا لك قلت اللهم نقول لكم شي واحد ندفعوه بقى يعيطوا عليا. قال لي لا هو جابوا ذاك السيد جلسوا قدامه
قالوا داك الاخر قالوا ليه داك اللي جابوه قالوا تعرف هذا؟ قال لهم نعرفه. شكون هو هذا؟ هذا هو اللي خديت من عنده التليفون. قال له عرفتي هذا؟ قال لي عرفته، هذا هو اللي عطيته انا التليفون. قال لي الاخر شكون اللي كان معك؟ قال لي انا كنت بوحدي. قال لي لا كان معك واحد الدري، كان معك واحد الولد. كان معك؟ قال لي انت كان بوحدو ولا كان مع واحد الولد؟ قال لي لا كان مع واحد الولد. قال لي دخلوا دوك الربعه هما يجيبوا ربعه ديال الشبان دخلوهم وقفوا قدامهم. وقفوا قال لي شكون اللي كان معهم في هذا؟ قال لي كان مع هذا. قلت حداه خرجوا انتوما. قال له اخويا هذا كان معك؟ قال لي كان معايا وكان بعيد هو من الصداع، انا هو اللي مشيت درت القضيه ودرت كل شيء. اي انهم عثروا على السيد اللي قتل داك السيد. علاش داك الدري مشى كان مع هذاك الولد ما مشاش معاه خلال البعث، ما مشاش مع صاحبه ولكن مشى هو قتل. خذ التليفون من عند هذاك باش يثبت هذاك اللي قال حنا جايين مشى قتلو. علاش قتلو؟ حنا لا يهمنا هذا الموضوع. تيقولوا البوس قتلو على شي ورث، ما ورث بعضياتهم على شي ورث، حنا لا يهمنا هذا قتل هذاك كان مع هذاك الولد. هذه قصه اخرى، قصه اخرى وجريمه اخرى. ان هذا مشى خد التليفون باش تبت داك الراجل، قال لي ما تحركش باش يمشوا باش يقتلوه. ولكن لما خد التليفون السيد ما بغاش يبين التليفون ديالو باش ما يكونش الرقم ديالو عند الميت، ولكن البوليس بالبحث ديالهم وصلوا ليه. وصلوا لنا قصه طويله باش وصلوا ليه. وصلوا لواحد مجموعه ديال الناس كانوا تيجيو عنده وصحابه قراب ليه، منهم دوك اللي كانوا تيجيبوا ليه كل مره واش هذا واش هذا واش هذا، حتى وصلوا لهذاك القاتل. عرفوا بانه قاتل، ولكن اش تهمنا حنا بهذا الموضوع؟ يهمنا هذاك قتل هذاك، هذا قتل هذاك براسه، ولكن تهمنا هذا اللي تصيد. تصيد عطي التليفون ديالو لواحد، عطي التليفون ديالو انا ضعفك ندير واحد لابيل. خصك تعرف انت بتعطي اسيدي السادات المشاهدون الدار الاعزاء، انت تعطي التليفون ديالك لواحد تيقول لك اودي عطينا واحد النميره الله يرحم باك نعيطوا لها، راك انت اللي تتعيط، انت اللي تتعيط ديك النميره، انت اللي تتعيط. خدا تليفونك اذا خداك انت وليتي انت تكون مسؤول. خدا تليفونك بن مرتك غادي يعيط، بن مرتك غيهضر، بن مرتك اللي غتقيد. طرا شي واحد شي حاجه يجيبوك انت كيما جابوا هذا، هذا جابوه على مرتو البوس وصلوا ليه من النمره ديالو. وكل هذاك القاتل ما باتش غيبقى هذا كيمشي ويجي يمشي ويجي، ربا واحد النهار قال لي التحقيق نجيبو عندي، واعتقلوا قدموا قال لي التحقيق وتمشي للتحقيق وتبقى في التحقيق وديك العبس ودا في التحقيق وبقاو يجيبوا الشاهد ويجيبوا واحد ويجيبوا وجه ويجيبوا هذا، وتبقى تقول لهم انت لا انا كنت في الدار البيضاء عند عمتي جيبوا عمته تشهد، كان معايا ولد عمتي جيبوا ولد عمته تشهد، وحنا خدامين معاك. تطيب وحده قدام المحكمه، وحده قدام المحكمه بنت زوينه ظريفه نقيه، مشات عند واحد الشاب قالت لي خويا السلام عليكم. السلام. قالت لي خويا الله يرحم باك عطيني التليفون ديالك، ها واحد التعيطه الله يرحم والديك، عطيني واحد التعيطه انا مزوقه فيك. قال لها كلا لا، شد التليفون وهي تبدا تعاير اصفار الصلقوط اكادا هادشي خدمتك هادشي تدير، بقات على واحد السبان. الاخر بقى يقول لها الشريفه بارك الشريفه لنا التليفون لا تبغي الله يرحم باك، اسمع اسمع نقول لك واحد القضيه والله ما تلقى فيك، واسمع خدامه تهدد وتسب وتشتم وتسب وتشتم بشي حد. سي خدا لها التليفون قال صافي الله يعينك لاله، مشات سيده بحالاتها. داز واحد ثلاث ايام جاو عندو البوليس قال لي يلاه معنا. مشى عندهم قال لي التليفون ديالك خرج عند واحد القاضي هنا في المحكمه، عند قاضي تعرض للسب والقذف والمعيور وهذا. قال لهم هذيك راه واحد السيده قدام المحكمه هي اللي كانت تعير القاضي، ماشي تعير القاضي هي اللي قالت خدا التليفون بقات تعير شي واحد انا ما عرفتوش شكون. قال لي راه كانت تعير القاضي وانت دابا غتدخل معنا باش يشوفك هذا القاضي. دا عند القاضي دخل قال لي لاباس بخير صح لاباس. قول اولدي كنتي مع السيده كانت تعير بالتليفون ديالك اش تجيك هي؟ قال لي ما تجينيش. كيفاش ما تجيك؟ ما تجينيش ولا شتي تعرفها؟ قال لي نعرفها. ولا عطيتها التليفون؟ قدام المحكمه تلاقيت بها وقالت لي عافاك شي نمره ما عندهاش التليفون. قالت لي غادي غنهضر مع واحد السيد وبقات تتعير وتتسب وتتهدد وتتقول الشبار هكذا، وقت عطيني التليفون ديالي خدي التليفون ديالي. ولاش عطيتها التليفون انت تعير في وقتها؟ وقال لي ما عندناش تليفون. تمشي لك هذوك اللي عندهم تيلي بوتيك، مشي تيلي بوتيك شوف تليفون تقلب عليه، مشي تهضر وتعيط
ايوا دابا السيده باش تعرف انت ولا لا، راه انت قاضي وعيرات وسبات وكل شيء مسجل التليفون ديالك. اش تقول في هذه القضيه هذه؟ وما خرج منها وصل للفندق جاب الله القاضي عارف ديك السيده وعارف القضيه اللي عنده فيها وخلوه هذا كشاهد، شاهد جد باش تيقول انا يا كنت قدام المحكمه وواحد السيده طلبتني التليفون مع جابوا السيده وتقول هاد السيده هادي اللي قدامي اللي جبتوها خدات من عندي التليفون وبقات تتعير ما عرفتش شكون اللي تتعير، عيرتها اش قالت في المعيوره؟ قالت وقالت 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 وقالت، اي اكد الهضره اللي كانت في التليفون ومسجله عند القاضي. ولكن هاد الشيء راه ماشي داروا ليه قدام القاضي، داروا الكوميساريه وقلتوه دخلوه لا بيجي داروا التليفون اتصنتوا ليه، زيد امك اسميت اختك اسميت عمتك اسميت كذا كذا، سمعتي هاد السيده تتعير؟ يا سيدي اسمع اش قالت؟ قالت كذا وكذا وكذا، مع عم كتهضر الله اعلم قالت كذا كذا كذا. ويبقى تما خرجت الخمسه د العشيه خرجت الاربعه البوس بشوي عليهم عندهم بزاف الخدمه، كون كان بغى يدخل سوق راسو قال له تيم اسمح لي، لا لا اسمح لي، لا لا راه في النمره ديالي هذا، لا لا معليش تعشيها بالنمره ديالي. القصة الثانية اللي عندنا، واحد السيد جالس في قهوة وجالس في الطاولة الأولى ديال القهوة، ديك القهوة عندها طوابل وقدامها واحد الشرا واحد واحد الشجيرات قدام القهوة، جاي واحد المرأة كبيرة ودير الكمامة على فمها، كمامة مغطية فمها ودير واحد النظر على عينيها ونفس الحوايج ديال العيال الكبار، جات بالعكاز ديالها وغادا ودات قدام داك الدري داك اللي جالس في القهوة، السيد جالس في القهوة في كراسي الأولين وخدام في التليفون كما جميع الناس العاده ديالها اللي ولات فينا خدام تشوف التليفون، وقفات عليه قالت ليه لاباس اوليدي بخير سمح لي الله يرضي عليك شي شريب هاد الموليه انا سخفانه الله يا ربي الله غير جلس جلسات الله قال له انت هذا اجي جلسي في كرسي خليني اوليدي خليني نسخف سخفت جبد ليها الماء جا كب ليها، قالت لها اوليدي الله يرضي عليك هاك هاك انا خرجت من عند ولدي ساكن هنا جيت عند بنتي وولدي هما ساكنين هنا خرجت اوليدي غنضرب غادي نروح تلفت راه تنموت وعندي السكر وقلبي راه هذا وهذا، قال لي وشنو واش ما خليتش على الدار؟ ما قالتش وليدي ها ها هو وليدي عاطيني ودي ها هو عاطيني التليفون ديالو شوفوا لي قلب هنا قلب واحد النمره هي في هذا البزيطي حل واحد البسطام ذاك الولد لقى فيه شي سوينتات واحد الساروت لقى واحد الرقم في كرتونه طريف الكرتون قال لي هذه فهذه قالت لي هذاك وليدي انا مقيدو ليه هو راه هو راه كيف كان كاتبين فيه بو جمعه بو جمعه راه كاين سميتو كاتب سميتها وليدي ياك عيط عليه داك السيد شد التليفون وعيط قال السلام عليكم السلام قال لي واه سي بوجمع هذا قال لي يا خويا شكون معايا قال لي خويا الوليده ديالك اه خو فينا هي قال لي فينا هي فينا هي قال لي ها هي قدام القهوه هنا اين القهوه هذه القهوه النور اللي هنايا ها هي هي شتا تاخو خو خلينا في الدار بصباح تنقلبوا عليها وخرجت هي ماشي من هنايا جات عند النظيفه الوالده خرجت قال لي خويا قدامي اخو حنا جايين هنا جايين فين قوت ما في كاينه قال لي في كاينه في كاينه قال لي صافي امتي هو جاي شربي شربي الماء شربي وين شرب الماء مشات وقفت قال لي قالت سير معاك خليني قدام هاد الشجره في الظل حيت كانت تما واحد الشجر تكات على الشجره ما بقاش جالس في الكرسي في القهوه لا مشات جالس على الشجره حدا الشجره جالست الشجره بجنب الطريق شوي شوي التليفون صونا عندك الدري صونا عنده سر سر السلام عليكم قال لي السلام كي داير خويا لاباس بخير صح لاباس قال لي قول لي الوالده باقا حداك اخويا قال لي حدايا قال لي دوز عليا دوز عليا الله يرحم باك دوز عليا هو يهز التليفون ويقول لها كي هاكي هضري مع ولدك قالت لي شكون؟ قال لي ابو جمعه ما شكون اوليدي؟ ولدك ولدك بغا يهضر معاك اي انا وليدي انا وليدي قال لها حط التليفون الو وابو جمعه وليدي انا هنا في هذه القهوه اوليدي قولي القهوه قولي اسمي القهوه راه قلتها لي قلتها لي اي واخا اوليدي نعم ابو جمعه اوليدي اميها اميها الله يرضي على ولدي جيب اميها طلبت للدري يجيب لها كاس الماء مشى السيد غادي يجيب الماء واحد كان جا وقف ملي وقفت قدام الشجره لاحظوا الناس وقفت هو جالس واحد ديال البافيط ودار درك حنين حدا الشجره وقف حدا المراه راكب على واحد الموطو داك النوع اس اش اللي ولاو هما تيخدموهم في الخطيف ديال البورطابلات وفي الشفاره راكم تشوفهم والموتور كان حبس قدامها وهي زادت مشات دري جاب الماء المراه وقفت بواحد القوه وركبت الاخر مشافها ركبت داك الركوب داخ الناس شافها المراه مهلوكه تولات مراه صحيحه ركبت والاخر زاد بالموتور مشى الدولي تيقول ايفون تيقول هادشي له الدولي تيقول المراه كيفاش ركبت بواحد الخفه ماشي مراه كبيره فين لقيتي الثقه دابا يا الله فين لقيتي الثقه يا الله فاش غادي الثقه دابا ومراه قالت عيط لي على ولدي مراه كبيره وجرجراتو حتى لحدا الباب وجلست حدا الشجره
وقالت لي عايز جيب لي شويه الماء وشنو فيها والخرجه وزو. شوف شحال ولات التحرميات وشحال ولا ديال 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 التخربيق في التليفون هذا. فيه منافع وفيه مضار، ولكن اللي قلناها لكم زيدوها في رؤوسكم، واللي قلناها لكم خوضوها. ما نعطيش تليفون لشي واحد اخويا، ما نعطي تليفون لشي واحد عمك، عطينا خونا نعيط واحد الرقم. لا اخويا هنينا واسمح لينا على التليفون. لا هنينا الله يرحم والديك. وحتى هو نفس القضيه، جات بنت والسيد واقف حدا واحد الحديقه وتتسنى الطوبيس وحدا واحد الجرده. جات بنت وقفت تتسنى الطوبيس وقالت له خويا الله يرحم باك التليفون رسال ليا، نعيط لوالدي يجي يديني. الله يرحم والديك راه داز وما شافنيش، راه هو غادي بالطوموبيل. هو عطاه التليفون، جرات قطع الطريق والاخر زاب الموطور دار فيها هو يزيد بها. عطاه عليها وهي قطعت تجري، الاخر جايب الاخر حاضي واقف الموطور غياخد التليفون. جرات نقز مشاو داو ليه. عندنا هذه الظاهره ولات ديال التليفون بهاد اللعبات. عندنا هذه الظاهره تنحاربوها. ما عطيتش تليفوني صلاتو على النبي، ما عطيتش تليفوني، لا ما عطيت حتى شي واحد، حتى واحد ما نعيط ليه في النوار ديالو صلاتو على النبي. غايقولوا بعض الناس والخريطه صاحبي ما تبغيش دير الخير، وانا ما عطيتش تليفوني. يقول لي سي واحد اخويا واحد تعيط نعيط واحد السيد. لا اخويا لا لا نمرتي هذيك نمرتي وتعيط لي ربما عندك ما شي حاجه. يقولوا ما عيط لي انا ناس نعطيك تليفوني ولا شي بنت زوينه. اخويا اسمح لي الله يرحم باك ما ديرش من نقل الصواب. بغيت اخويا واحد التعيطه نعيط للوليد، حيت الوليد ديالي دابا هو قال لي لا اختي لا. تقول لها لا لا خليها تقول لك مكلخ ولا ما تعرف والو ولا عروبي ولا تقول لي بغات. لا ما عطيكش لا الشريفه لا اسمحي لي. كنتي تاخذي احتياطه لا لا يكون عندك التليفون ديالك ويكون مشارجي ويكون عندك في جيبك. ما بغيتي تليفون عند شي واحد سير تيفرور تيلي بوتيك فيها التليفونات، سير شي فيكس عند شي كزار. قول لها الله يرحم باك نعيط بداك الفيكس عند كزار. قلت جاو لي يديو كزرو. الظاهره ديال التليفونات، المشاكل اللي ولاو ديال التليفونات، الخطيب ديال التليفونات. عايز واحد تقاطع. لاحظنا هاد الايام بنت عندها التليفون قدك وغادا قطع الطريق. طوبلة تكلاكسونيو، تكلاكسونيو عليها وهي غادا، تيدوز واحد تيدلا اوب من هنا تيزف مشى بدا وزاد غادا تتهضر. كلمة تتهضرش غير تتكذب، غير تبغي تبين الناس زعما راه تتهضر وغادا دير عليها كبير. واحد النوع ديال العيالات تيشدوا البورتابل وتيخشيو تحت 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 الفولار هكا زعما راه سخبو وحدو زعما راه اللعيبه. ما ان الاطباء تيقول لك التليفون حاول تبعدوا شويه على ودنيك، حيت الناس تيخدموا التليفون بزاف ومنهم انا الله شاهد عليا. انت خدمت التليفون بزاف ولا تضرني هاد الجهه، والله الا ولا تضرني دابا ولا تندير الكيت ولا تضرني. الو الو دابا الطبيب قال ما بقاش دير على هاد الجهه ديما بقى دير على اليسر. والله الا ولا تضرني نهضر جوج مرات انا تضرني راسي من هنايا حيت تنهضر به بزاف. حنا تيقول لك بعدوا منك شويه وكاين اللي تيدير تيحطو تيدير لي هكا المراه دخلها هنا وغادا زعما تحت تيدوز دابا بالموتور سهله تيدير زاد مع الطريق. انا تنقول الانسان الا عنده مكالمه هاتفيه بنت ولا ولد ولا رجل احتراما للمراه احتراما للسيارات وحافظ على التليفون ديالك وقف وقف وهدر. نجي عندي التليفون ديالي غادي مع الطريق شي واحد نوقف نوقف باش ما نخرجش بوطو ما نخرجش شي واحد ما قاطع الطريق وضربني شي طومبيل نوقف. وي لاباس بخير نوقف نعطي راسي للحيط نهضر نكمل كلامي ونزيد مع الطريق. اليوم بورتابل الناس صايقين غادي 160 تهضر بورتابل شحال واحد طاح عليه برجليه مات دار اكسيدا مات. علاش هو ممنوع؟ علاش دابا البوليس يوقفوا الجدر يكون عندك تليفون غرامه؟ راه خطر التليفون راه خطر. ماشي نقول يجيك اخبار ولا يزلك من يدك وانت صايق تبقى تصوب شي نمره تزعنك تلقى راسك داخل في شي حاجه. هذه من جهه. وكان غنزيدكم الان واحد المعلومات مهمه نزيدهم لكم. هادوك تيبيعوا التليفونات في الزنقه حاطين في حاطين صندوقه معمره بالتليفونات داير شي طابله وحاط فيها التليفونات تيبيعوا يشرب التليفونات لا كونترا لا لاكارت لا حتى شي حاجه. تتقام في الرباط تنشوفهم انا في الرباط واقفين اللي دير خويا شي تليفون شي تليفون البيع خويا تليفون البيع شفار تما تيجي يبيع على خاطرو شفار تيجي يبيع على خاطرو تيجي شفار تيجي السلام عليكم خويا بغيت نبيع هاد التليفون وما تعرفوش شفار تيقول طن طن تيشريو من عنده. وكاين شي وحدين تيعرفوا بانه التليفون مسروق وتيشريوه واش تيقولوا ليه التليفون سخون واش التليفون سخون تيجيبوا لي تقول اخويا بغيت نبيع التليفون تقول هو سخون
غير بيني وبينك تقول لي سخون تعطي الثمن ديال السخون اي مسروق الاخر تيشدو تيخبيه تيجي شي مواطن مسكين تيسقوا ليه واحد النهار داك المواطن تيعضر بالتليفون حتى تيجيو ليه البوليس التليفون منين شريتيه يلا منين شريتيه والاخر تيشدو ليه صحابو وما عمروش راه من عندهم نبغى شي تليفون كاين مكان ديال التليفونات بالورق بالكونطرا بكذا 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 كلشي وصلني ندخل التليفون التليفون ديال الزنقه تيجيب المصائب واش انت تشري تليفون من الزنقه وتتلقى فيه فيديوهات وتلقى تصاور وتلقى وانا مسروق هذاك مسروق مسروق هو واحد اللعبه اخرى تيديروها نتوما لكم هاد التنبيهات ديال اليوم واحد تيمشي يشري التليفون من عندك انت تحت الطوابل اش تيدير تيجي واحد مسكين نيته مزيانه عنده تليفون مزيان بغى يبيعو تليفون بغى يبيعو محتاج ليه تيجي تيقول ليه تيشدو تيقول ليه البيع اخويا هذا البيع مزيان تيبقى يجرب سيدي تينفخ عليه الدفله ديالو حاشا كون الدفله ديالو في البوق في البوق بحال البوق عندي انا وتيخدمو الو شوف شوف هذا عندك ما تيسمعش اخي زيت واخا زيت فيه ما يسمعش انه يدفل فيه لداخل في البوق ما تيبقاش يعطي الصوت واخويا هذا عندك مهلوك هذا التليفون تشدو الاخر انا شوف شوف شايب انشوف التليفون الصوت مشالي هذا اخويا اشوف شتي هذا دابا عرفتي اش غدير ليه غادي تبدل ليه الميكرو وعندو واحد اللعيبه هنايا تبدلوها ليه واحد اللعيبه وتبدل ليه واحد اللعيبه هي هنايا راه يصابر فلان اش غادي يصابر لك هادو تيمشي لهم البوق هذا 50 فرانك بغيتي خويا تبيعو نشري من عندك هكا انا الصراحه ناخذ من عندك هكا انا ندي باني والاخر تيقول نشوف هاك شوف هاك لا واه تيقولبو التليفون ديالو كان مزيان هو دفل فيه بديك في الميكرو دفل فيه في الميكرو وتيقول ليه تليفون خاسر تيشريو من عند الشفار تيقول ليه سخون تيقول مسخون تيمدي فلوس تيزيد تيشد تليفونك مزيان تيجي تليفونك مزيان وتيدفل فيه تما ويقول لك هذا خاسر وتولي طفطف تولي انت ناوي غتبيعو 30 تبيعو 15 ديك اللعيبات ديالهم هذه الثانيه خاصك تمشي عند مول الحانوت لا بغيتي تبيع وتشري عنده حانوت عنده بوتيك عنده ضمانات تاخذ لك الكارني ديالك وتسجلو في الريجيستر وكاين واحد اخرين تيديروا لعبه اخرى عندهم بزاف تليفونات حدا هنايا تليفونات وداك الشيء هو داير غير ديك الطابله تيجي واحد تيقول ليه بغيت نشري هذا التليفون اه شحال خويا مزيان مزيان خدام تيقول اه تيقول اخو صاحبو لا شوف هذا واش مزيان حيت هما ديما تلقاهم جوج ثلاثه نشوف واش مزيان خويا بشحال هذا التليفون هذا شاد التليفون في يدو ومو التليفون قدامو تيدير شعبه باش يدور الاخر داك جيتو له ادريس ادريس قرو قرو خو خد عنده قرو تيحط التليفون لتحت وتيز التليفون تيشبه لهذاك تيكمل شكرا مكلف قول اخويا هاد التليفون شحال قلتي قدام قدام مالو ما تيشعلش مالو تبدا تيشعل عرفتو خويا هاك هاك شوف شوف تيشعل تعطيه لي تيبقى مو التليفون تكد ليه اه تيخلف فيه ما تيشعلش ويلي عاد كان تيشعل ويلي لا كان تيشعل ياك ما خوا لا انا نديرو تيدير في البريز شوف كاع ما عطاه ما عرفت مالو تيعطو زمان واحد تعرف التليفون تعجبو تقول له التليفون مفضي هاكا خويا تليفونك الله يعاونك ولا تيقول ليه خاسر وغناخدو من عندك هو راه ديك فاش التليفون ومومو غفر السيد تيحطو لتحت وجب التليفون مشابه خاسر ما فيه حتى حاجه وعطيه السيد ويغوت ولا يبكي ولا يدير اللي بغا ردوا لكم على التليفون داكم في البيع والشراء مشيو عند الناس اللي عندهم ضمانه عنده محل شرا من عندي التليفون بالوراق باع لي التليفون بالوراق وما طلقش التليفون ديالي في يد وحدين يدوزو من يد ليد راه يدير لي شي لعبه لا شي عند واحد اللي انا تنشوف فيه اش تيدير يدير لي زعما يبغي ينفخ فيه الغبره قولي لا لا اش دير راه تقص الميكرو بالدفا ديالك وغتقطع لي الميكرو اش دير ونحل التليفون ماشي يعطي لي هو فتحو نعطي لي مفتوح بحال هكا هكا خويا هو مفتوح ها هو خدام ها انت ها الصوت ها انت ها الصوت انا نوري اش غيدير ها تقول بيع شري معايا باش نعطي ليه طافيك بحال هكا في الاخر تيبان لي التليفون ما عندهم واحد اللعبات ديال الجنون تيديرهم وراك من تطيح في تليفون مسروق وتيجيو البوس عندك وحلها مسديتها حل حل دير شي حل البوس يقول لك التليفون مسروق وشريته منين شريتيه وعند واحد خينا دير واحد الطابله ويلا معانا وتدوك عنده وداك مول الطابله انت وزرك يقول اي بعثوا لي يقول ما بعتليش يقول لك واش صفار سرقوا والله انا ما سرقوش شاري من عند هذا والله ما تخرج فيها غير المحكمه
حنا شفنا اليوم مشاكل ديال التليفونات، شفنا اش تيديروا في السرقه ديال التليفونات، شفنا كيفاش تيتعاملوا مع الناس، كيفاش تيتعاملوا مع الناس هذوك اللي تيبيعوا التليفونات مسروقين وتيشروا مسروقين، كيفاش تنصبوا على الناس يديروا لهم التليفون مزيان وخلي لي واحد في يده خاسر ما صرح حتى شي حاجه. قلنا الناس اللي تيشدوا التليفون في الطريق عيالات سيرتو العيالات غاده تضر ولا غادي تهضر وتيقطع وسط الطريق شحال واحد ضربه الطوموبيل فاق القاصو فيه بالقيامه ولا قاصو في السويسي تيحلوا النيفو تيخسروا الاكسجين. الناس العيالات اللي تيديروا الزيوفه هنا حاطينهم راه اما غيدوز يهزوك من تم بالموطور زيد وقفوا ديروا التليفون على خاطركم وقفوا هضر على خاطرك ورديه في الصاك ديالك. ما تعرفش انا ما تعرفش انا يا كاين شي بنات تنشوفو تيهضروا هكا الو وغادا تتشوف وتتشوف كتيديروا فيديو وغادا تتشوف حتى ديك الزف مع شي باردون عرفت نضرب شي باردون ندخل فيك باردون وهي تيهضروا فيديو وما غادي. شوف العقليه كيفاش دايره ديال الناس. عيطك شي واحد وقف شد القلت وهضر وكمل الطريق ديالك باش ما يلقاش داك الشفارمون الموتور كي خطفو. لا ما يلقاش حيت غادا هكا تيجيب شويه بالموتور تيلف. دابا ولاو تيهبطوا من الموتور واحد بالموتور غادي ولا خوتي تهبط على جيب شويه من الموتور لا فت ويزيد يعلق به وقف ود التليفون بجنب بعد الطريق طلع فوق التروطوار طلع فوق على التروطوار. هاد الرساله ديال اليوم راه مفهومه، هاد الرساله تتم الهواتف والمشاكل ديال الهواتف انا درتها لكم. وهاد الليله الله يجعلها مباركه مسعوده، حنا غادي مع شهر رمضان والى غادي ان شاء الله.